السيدات والسادة نحييكم نشرة الخامسة، أهلا بحضراتكم. أهلا عبد الله. أهلا جورج، وأهلا بكم سيداتي سادتي. وإلى العناوين: مدبولي يفتتح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالقاهرة، ويؤكد اهتمام الدولة بترميم الآثار بأياد مصرية. رئيس هيئة سكك حديد مصر يؤكد أن العمل شرف على الانتهاء بمحطة قطار صعيد مصر بشتيل تمهيدا لافتتاحها. السيدات والسادة نحييكم إلى تفاصيل نشرة الأخبار. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إقامة مراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030. جاء ذلك خلال افتتاح مدبولي التشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة. كما تفقد مدبولي أعمال الترميم للكنيسة المعلقة وافتتاح حصن بابليون وبوابة عمرو بن العاص بعد اكتمال عملية ترميمهما. افتتاح لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، منظومة متكاملة تضم كل أجهزة الدولة باستخدام جميع الإمكانات والوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات والكوارث. مركز إقليمي يغطي القاهرة والجيزة والقليوبية، ويرتبط بسبع مراكز أخرى على مستوى الجمهورية لضمان حماية أمن وسلامة المصريين. تمام يا فندم، يعني دلوقتي رجعت سيطرة بعد تأكيد السيطرة على الحماية المدنية وبدء نقل حالات المصابين. وليشهد رئيس الوزراء تجربة حية للتعامل مع عدد من البلاغات وتغطية حية للتعامل في أمثلة مختلفة للأزمات التي قد تحدث، إضافة إلى التوقيع على بروتوكول التعاون بين محافظة القاهرة وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. طبعا طبقا لتوجيهات القياده السياسيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدانا هذه المنظومه على مستوى الجمهوريه بحيث ان يكون عندنا مركزي على مستوى الدوله، مركز قومي وفي مراكز اقليميه وعلى مستوى المحافظات. وكان يعني تشرفنا ان فخامه الرئيس قبل كده افتتح خمس مراكز كانوا فعلا بالفعل تم انشائهم. النهارده كنا بنفتتح محافظه القاهره، والجاري ان شاء الله بنهايه الشهر القادم هيبقى هناك 13 مركز على مستوى الجمهورية كلهم بقوا قيد التشغيل والإنشاء. وفور الانتهاء من افتتاح مركز السيطرة، كان توجه رئيس الوزراء لافتتاح مشروع ترميم برج مأخذ سور مجرى العيون الأثري، لتؤكد الدولة استمرارها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تسهم في استعادة الوجه الحضاري لمختلف المناطق بالقاهرة القديمة. واستمرت جولة رئيس الوزراء لذا تفقد خلالها الكنيسة المعلقة بمنطقة مجمع الأديان وحصن بابليون الذي افتتح إعادة ترميمه، وكذلك معبد بن عزرة الذي تم ترميمه مؤخرا. احنا هنا بنتكلم على مجمع أديان، ثلاث أديان السماوية موجودين في هذه المنطقة، الإسلام والمسيحية واليهودية، بالإضافة إلى الجزء التاريخي اللي هو حصن بابليون نفسه اللي بيعود للعصر الروماني. وده يمكن بيوضح إيه مدى اهتمام الدولة المصرية بترميم والحفاظ على الأثار. ويمكن حضراتكم كنتم متابعين معانا من فترة إحنا انتهينا من أعمال ترميم جامع عمرو نفسه اللي هو أقدم جامع على مستوى قارة أفريقيا كلها، واللي النهارده الحمد لله بنطور جنبه وبنعمل مشروع عظيم وهو مشروع حدائق الفسطاط اللي هي تتجاوز مساحته 500 فدان بحيث يكون هو ده الحديقة المركزية الرئيسية في قلب القاهرة. تطوير وترميم للآثار بأيد مصرية، ليؤكد رئيس الوزراء ضرورة إتاحة هذه المناطق للزيارة أمام السائحين من مختلف دول العالم. احنا حريصين كل الحرص على ابراز هذا البعد التاريخي، ويمكن كنت بتكلم مع السيد وزير السياحه ان لازم على طول تدخل هذه المناطق ضمن الزيارات
السياحية للسياح اللي بيجوا مصر، وده لوحده بيزيد من تواجد السياحة والسياح الخارج اللي بيجوا من الخارج لمصر، بيبقى مكان جديد ومقصد سياحي جديد ما كانش متاح ليهم، وبالتالي ده ممكن يزيد ليلة سياحية إضافية ضمن الزيارات اللي موجودة. تاريخ منذ آلاف السنين يحمل عرق المصريين يعاد ترميمه وافتتاحه لتكون مصر متحفا أثريا مفتوحا للعالم أجمع. افتتاحات وتطوير في عدد من المشروعات بالقاهرة الخدوية بشكل كبير يعيد القاهرة درة مصر للمصريين، فكل شبر من أراضيها يحمل رؤية خاصة للتطوير ليواكب طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة. حماد العربي، التلفزيون المصري. أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة وغير السياحة، يتعين عليهم تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. ووفقا للقرار أيضا يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل $1000 أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية. أعلن حزب مصر الحديثة برئاسة الدكتور وليد دعبس تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال ما بدأه من إنجازات واستكمال مشوار بناء الجمهورية الجديدة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب، كما أكد الحزب دعمه للإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي في مختلف المجالات، مشددا على أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبي طموحات شعبها. قال رئيس هيئة سكك حديد مصر محمد عامر إن العمل شرف على الانتهاء بمحطة قطار صعيد مصر، وذلك تمهيدا لافتتاحها خلال أسابيع. وخلال جولة تفقدية للمحطة أشار عامر إلى أن تكلفة الإنشاء بلغت حتى الآن نحو 3,500,000,000 جنيه، مشددا على أنها جاءت بتمويل ذاتي من موارد الهيئة دون التحميل على ميزانية الدولة. أسابيع قليلة تفصل بين الركاب المتوجهين من وإلى محافظات الوجه القبلي والتعامل مع محطة قطارات تتميز من حيث الشكل بهوية بصرية مستلهمة من المعمار المصري القديم، ومن حيث المضمون فالحديث يطول. لم يكن الحرص فقط على أن تكون محطة ذكية توفر كل سبل التحرك السهل لذوي الهمم، بل أيضا هي محطة صديقة للبيئة تستغل الطاقة الشمسية للإضاءة في ساعات النهار. يتبقى فقط بعض التشطيبات النهائية لتتمكن المحطة الجديدة من خدمة الركاب وغيرهم من المستفيدين. محطة ذكية بتدار بالأنظمة الإلكترونية من جميع المرافق، محطة مؤمنة، محطة متكاملة زي ما بنشوف في أي مكان في العالم، محطة فيها كل الخدمات خارج نطاق السكك الحديدية. محطات سكة حديد في العالم ما بقتش محطة سكة حديد تنقل القطارات بس، ولكن السكان المحيطين بالمحطة بيتم دخولهم المحطات للتسوق، وفي بعض الأحيان ممكن تلاقي في محطات فيها سينمات. احنا لسه ما وصلناش المرحلة دي بس إن شاء الله هنوصل. أنجز القائمون على هذا الصرح العملاق نحو 97% من الأعمال، خاصة في ورش الجرارات والعربات، وبدأ التشغيل التجريبي لها. المحطة الجديدة لقطارات الوجه القبلي أنشئت على عشرات الأفدنة وبأكثر من 3 مليارات جنيه في وقت قياسي، ما شكل تحديا للشركة التي أوكل إليها تنفيذ هذه المحطة. المشروع صعب من حيث المساحة ومن حيث الحجم الكبير بالنسبة له، لأن الأرض هنا المنشأة عليها المشروع 57 فدان يعني 239,000 متر مسطح، بتشمل المحطة الرئيسية بدروم وأرضي وأول وتاني،
تشمل جزء تشغيلي وصيانة، ورشتين كبار لصيانة الجرارات وصيانة عربات السكة الحديد، محطة وقود وتشحيم، محطة غسيل، تمام، بمكملاتهم بقى بوسائل الحماية المدنية بتاعتهم، بالشبكات بتاعتهم، بالربط على المرافق. زادت أهمية إنشاء محطة القطارات الجديدة بعد أن دخل الخدمة نحو 1350 قطارا جديدا زادت عن الطاقة الاستيعابية لمحطة رمسيس. استوجب ذلك أن تكون للقاهرة الكبرى محطتان رئيسيتان للسكك الحديدية على غرار مختلف التجارب العالمية. تمكن القائمون على تشييد محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل بحي إمبابة من تخطي التحدي المتمثل في تنفيذ المبنى العملاق وتزويده بالورش والمراكز التجارية، بل وبأحدث التقنيات في مجال النقل بالسكك الحديدية. يبقى افتتاح المحطة في القريب العاجل، والتحدي الأكبر المتمثل في استمرار تشغيلها بنفس جودة اليوم الأول للافتتاح. من محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، محمد جمال، التلفزيون المصري. تشهد محافظة الصعيد طفرة نوعية في العديد من المجالات التي أعادت الروح مرة أخرى إلى الجنوب بعد سنوات من التهميش والإهمال. يأتي ذلك من خلال مشروعات شملت جميع المناحي والخدمات التي يحتاجها المواطن، ومنها دعم كفاءة الكهرباء ومياه الشرب وتدشين محاور طرق جديدة وبديلة. مشروعات بنى تحتية وخدمية غيرت وجه الصعيد بالكامل ليحظى بنصيب وافر من التنمية في المجالات كافة، بداية من المحاور والطرق والنقل التي شهدت طفرة ملموسة بإنشاء محاور تضم جسورا وأنفاقا مثلت شرايين للتنمية، منها محاور مرورية ضخمة في بني مزار بالمنيا وطمة وجرجة بسوهاج وقوس بقنا، بالإضافة إلى محور كلبشة الذي يربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق القاهرة أسوان الزراعي العابر لنهر النيل، ومحور ديروت على النيل في أسيوط، ومحور عدلي منصور في بني سويف الذي يربط طريق الصعيد الحر شرقا بطريق أسوان القاهرة وطريق بني سويف الفيوم غربا عابرا لنهر النيل، ليربط المناطق الصناعية شرق النيل بالمناطق الزراعية غرب النيل بكل تجمعات السكنية والمحاور الرئيسية. احنا بنعمل اكبر حجم من محاور من غرب النيل لشرق النيل في تاريخ مصر. وللنهوض بمصر العليا كان البناء سمة حرصت عليه الدولة من اجل مستقبل افضل باقامة مدن جديدة من الجيل الرابع، منها المنيا الجديدة وبني سويف الجديدة والفيوم الجديدة وأسيوط الجديدة وقنا الجديدة وطيبة الجديدة وسوهاج الجديدة وأخميم الجديدة، بما تشمله من مشروعات سكنية تخدم كل الفئات من سكن فاخر ومتوسط واجتماعي، ومشروعات سكن توشكا وسكن الصحابي في أسوان، بالإضافة إلى بيوت النوبة الجديدة. ولأن الدولة مؤمنة بأن المواطن المصري يستحق العيش في حياة كريمة، اهتمت بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي حققت تغطية لمحافظات الصعيد بنسبة وصلت إلى 98% لتصل إلى 100% مع انتهاء تنفيذ كل مراحل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي استفاد منها أكثر من 15 مليون مواطن، ووفرت مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى إقامة محطات مياه العملاقة. وارتقاء ببناء الإنسان، تم تحسين خدمة التعليم بزيادة الأبنية التعليمية لمرحلة ما قبل الجامعة وإنشاء جامعات جديدة، وكذلك تحسين الخدمة الصحية بتطوير المستشفيات وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل. وقد حظي الصعيد بواحد من أهم وأكبر المشروعات لتوليد الطاقة المتجددة، وهو مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان. وباستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة كان للصعيد نصيب أكبر زراعيا، خاصة مع الانتهاء من منظومة الري الحديث التي وفرت نحو 25% من المياه، وساهمت في زيادة الإنتاج بنسبة تصل إلى 20%، بالإضافة إلى تأهيل ورفع كفاءة الترع وإنشاء قناطر أسيوط الجديدة.
وتنفيذا لخطة الدولة للنهوض بالصناعة، تم تطوير وتأهيل وتحديث عدة مصانع من أبرزها مجمع كيما الأكبر في الشرق الأوسط لإنتاج الصناعات الكيماوية، وإنشاء 10 مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد مجهزة بكل المرافق وبمساحات مختلفة قريبة من المناطق السكنية لمساعدة الشباب وصغار المستثمرين دعما للتكامل الصناعي مع المشروعات الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى العمل على تنمية الاستثمار والخدمات المقدمة لرواد الأعمال. وبسبب ما تتمتع به مناطق الصعيد من مقومات سياحية، جاء اهتمام الدولة بالمشروعات السياحية كإحياء طريق الكباش وترميم المتاحف القومية والمعابد، كما ساهمت مدينة أسوان الجديدة في دعم السياحة بكل جوانبها وأنشطتها الرياضية والثقافية والفنية. جمهورية جديدة تنتصر للعمل والبناء للمستقبل، تؤكد من قلب الصعيد حق المواطن بأن يحيا حياة كريمة. إيمان التوني، التلفزيون المصري. نظمت وزارة الصحة والسكان ورش عمل تدريبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والمجتمع الدولي والجهات المعنية. تهدف ورش العمل إلى تبادل الخبرات حول الإطار الاستراتيجي للصحة الرقمية وتطويرها بما يسهم في تحسين النظم الصحية ورفع كفاءتها. يأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 بأن تصبح الصحة الرقمية جزءا لا يتجزأ من أنظمة الرعاية الصحية الحديثة. التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 عبر تقنية الاتصال عن بعد مع منظمي الملتقى المصري للطريق نحو مؤتمر المناخ COP28 والذي تنظمه مؤسسة شباب بتحب مصر وعدد من شركات القطاع الخاص لحشد آليات المشاركة المجتمعية والشباب والقطاع الخاص بالأفكار والأطروحات والتجارب الرائدة في الجناح المصري بمؤتمر المناخ القادم بدبي، وذلك في إطار استعدادات مصر للمشاركة في المؤتمر. كشف رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عن إعداد علماء الهيئة أول أطلس لتأثير التغيرات المناخية على الساحل الشمالي في مصر، ومن المقرر أن يتم عرضه في مؤتمر قمة المناخ القادم COP28 في الإمارات العربية المتحدة. وجاء هذا الإعلان خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة في القاهرة لاستعراض أنجازاتها واستراتيجياتها في تحقيق رؤية مصر 2030. تابع. حرصا منها على المشاركة الإيجابية في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، نظمت الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء ورشة عمل لاستعراض إنجازات ورؤية الهيئة واستراتيجيتها في تحقيق التنمية المستدامة مصر 2030. الهيئة القومية للاستشعار من بعد علوم الفضاء أحد أهم المراكز البحثية والهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمكلفة بالقرار الجمهوري بتنفيذ التكنولوجيات المتطورة والحديثة للفضاء وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من بعد في المشروعات القومية. نقوم بدراسة تعديات على الأراضي الزراعية وتعديات على أراضي الدولة، نساهم في التوسع الزراعي في الدلتا الجديدة وفي توشكا وفي الصحراء الغربية وفي بعض الأماكن الواعدة للاستصلاح الزراعي بدراسات استكشافية للتربة ومدى ملائمتها للزراعة ومدى تركيبها المحصول المناسب. الورشة تهدف إلى عرض مخرجات ومساهمات الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء كأحد قطاعات البحث العلمي في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات من أجل المساهمة في النهوض بمنظومة البحث العلمي والمشاركة الفعالة في المشروعات القومية. عملنا موديل او عملنا سيستم بقدر احدد بيه او احسب مساحات النحر والترسيب اللي موجوده، وممكن بتطوير النظام ده انا ممكن اعمل تنبؤ باللي هيحصل، فده بيدي فرصة لمتخذ القرار انه بيبقى عنده فكرة عن المشاكل التي قد تحدث في المستقبل، فممكن بيتخذ من التدابير والإجراءات علشان يقلل المخاطر اللي بتتم.
زي مثلا الهبوط اللي بيحصل في الدلتا او ارتفاع مستوى سطح البحر. نستخدم الذكاء الصناعي والاستشارة عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في حصر المحاصيل الاستراتيجية، وممكن احنا من خلالها نتنبأ بانتاجية المحاصيل وبالتالي قبل عملية الحصاد، وبالتالي يبقى انا موفر رقم مبدئي لمتخذ القرار هل مثلا انتاجية القمح هتكفي السوق المصري او ما الكمية الموجودة منها تكفي السوق المصري، وان انا ممكن استورد قديه. كما تقدم الهيئة رؤى فنية في مجموعة متنوعة من المجالات مثل علوم البيئة ومراقبة تغيرات المناخ وكذلك الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية بشكل أكثر فاعلية. علي فتحي، النيل. أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن شباب مصر هم القوة الداعمة للوطن في شتى المجالات، وأن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بتدريبهم وتنمية مهاراتهم وتمكينهم. جاء ذلك خلال تكريم الفائزين في مسابقة العهد التي تدعو الشباب من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الإعلام إلى تناول قصص أبطال القوات المسلحة والأطقم الطبية من خلال الصناعة الشبابية الإعلامية. نتابع هذا التقرير. شباب مصر هم القوة الداعمة للوطن في شتى المجالات، وتولي القيادة السياسية اهتماما بالغا بالشباب المصري والعمل على تدريبهم وتنمية مهاراتهم وتمكينهم في شتى القطاعات. مسابقة العهد تهدف إلى تشجيع الشباب من طلاب كليات الإعلام بالجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا لتسليط الضوء على قصص أبطال وشهداء ومصابي الوطن. احنا في يعني توسع أفقي وتوسع رأسي في كل المناشط الشبابية على مدار الساعة. الحقيقة اهتمام بالشباب واهتمام بأفكارهم ونقل هذه الأفكار إلى واقع حقيقي يدار من خلال الشباب، لكن بمساندة وزارة الشباب والرياضة. احنا النهاردة في أحد المسابقات، مسابقة العهد، واللي استلهمها أحد الشباب يعني من كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا على العهد، وده كان رمز لي يعني شهداء مصر من الجيش والشرطة. الحقيقة طلاب الجامعات وشباب مصر، برلمان الشباب ومحاكاة الشيوخ وكيانات شبابية كتيرة اشتركت في هذا العمل، لكن هو ابتكار الشباب. مجموعات من الشباب الجديد اللي هم عايزين يشتغلوا صحافة وقدموا مشروعات مهمة، المشروعات بشكل عام تعبير عن رؤية مختلفة. أنا شفت عدد من المشروعات، هم في الآخر عندنا شباب مبشر ممكن يخش الإعلام، فكرة أنك يرتبط بموضوع تضحيات زي الأطقم الطبية وتضحيات الجيش في والناس أبطال أكتوبر في ظل 50 سنة، ده شيء مهم جدا. تتضمن المسابقة فئة الأعمال المرئية والتلفزيونية والأعمال الصحفية والمطبوعة والأعمال الإذاعية وحملات العلاقات العامة. من خلال استثمار جهد الشباب والتعرف على متطلباتهم وتنفيذها من خلال برامج ومشروعات تنفيذية فعلية على أرض الواقع. هي مسابقة بتطلق ضمن توصيات فعاليات ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية بتطلقها وزارة الشباب والرياضة لتحفيز الشباب من شباب الإعلام لتناول قصص شهداء الوطن من القوات المسلحة والأطقم الطبية من خلال الصناعة الإعلامية الشبابية. فرحنا خلاص ان احنا خدنا مركز اول، وكمان احنا يعني الفترة الأخيرة كانت حملات الرئاسة كتير جدا بتتكلم عن المشاريع اللي هي عن القوات المسلحة والجيش، فحملة أبروك حملتنا كانت كمان هي بتدعم الهدف بتاع الرئاسة عشان ننمي عند الشباب جامعي حس الوطني وقد ايه ان احنا في ناس ضحوا بحياتهم وارواحهم عشان احنا نعيش دلوقتي في امان وسلام. فكانت مسابقه العهد، عهد بيننا وبين الدوله، عهد بيننا وبين الشعب، عهد بيننا وبين كل الناس، ان احنا كل واحد فينا يحاول يبذل على قد ما يقدر اقصى ما عنده. مسابقه العهد تعزز قيم الولاء والانتماء والمسؤوليه الاجتماعيه لشباب الاعلام، وذلك ضمن توصيات ملتقى القيادات الشبابيه الاعلاميه تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي. كريم كمال، التلفزيون المصري. نهاية الخامسة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مدبولي يفتتح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالقاهرة، ويؤكد اهتمام الدولة بترميم الآثار بأياد مصرية. رئيس هيئة سكك حديد مصر يؤكد أن العمل شارف على الانتهاء بمحطة قطار صعيد مصر بشتيل تمهيدا لافتتاحها. كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني maspero.eg.
شكرا جورج، شكرا لكم مشاهدينا الكرام. شكرا عبدالله، وأعود فألتقي بحضراتكم في تمام الثامنة على القناة الفضائية المصرية والنيل للأخبار مع نشرة إخبارية جديدة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.